تنطلق اليوم القمة الخليجية 42 في مدينة الرياض بغياب سمو أمير دولة الكويت وأيضا سلطان دولة عمان، لكن بحضور بقية قادة دول الخليج. أبرز ما سيتم أو ما يتم مناقشته في هذه القمة الأوضاع الاقتصادية التي تربط دول الخليج مترابطة، أيضا الأوضاع السياسية من حولها، الأوضاع في العراق، الأوضاع المستقرة في العراق، وأيضا الأوضاع في أفغانستان، وأيضا الأوضاع في دولة فلسطين والقضية الفلسطينية. أيضا هناك حقيقة روابط اقتصادية كبيرة بين دول الخليج من المنتظر مناقشتها خلال انعقاد هذه القمة، ألا وهي تذليل الصعوبات، أيضا زيادة التعاون التجاري، أيضا ربما الحديث عن الاتحاد الخليجي الذي طرحه الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا المقترح اللي طرح في عام 2015. ربما نشاهد بعض التوصيات في خلال هذه القمة، أيضا هذه من ناحية اقتصادية، لكن من نواحي سياسية الأوضاع من خلال دول مجلس التعاون هناك نظرة وهناك اتفاق مجمل في الآراء الخارجية على عدة أصعدة، سواء على الصعيد في دولة أفغانستان خلال الفترة الماضية، أو أيضا على دولة أو يعني على كافة الأصعدة الخارجية السياسية. من المرتقب حقيقة أن تخرج هذا القمة ببيان يشاهده أبناء الخليج، وما يعود طبعا بالنفع والثراء والفائدة على أبناء دول الخليج الستة. أيضا لعلي أشير بالذكر هنا إلى أنه بعد ساعات من الآن سيتم انطلاق هذه القمة بأمال كبيرة، بأمال حقيقة كبيرة جدا، بناء على ما تم خلال قمة العلا السنة الماضية، وأنها أتت لإذابة الخلافات الخليجية وما نتج عنها تلك النتائج الكبيرة التي نتجت عن قمة العلا الماضية. هذه القمة أيضا من المنتظر والمتوقع أن ينتج عنها آثار أو توقيعات اتفاقيات ينعكس أثرها ليس فقط على مستوى الخليجي، بل أيضا على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية. أذكر لك مراسل إخبارية من الرياض عبدالله رويس.